بشكل مباشر من داخل جامع خربوش، بالضبط جامع فنا. كيف كتشوف هذه السيارة اللي تعرضت اللي تعرضت للخسائر؟ لا إله إلا الله محمد رسول الله. تعرض للانهيار كبير كيف كتلاحظوا معنا دائما في هذا البث المباشر. الحمد لله لغايه الان لم تصل لنا بعض التقارير حول عدد الوفيات ان كانت. كيف كتلاحظوا كاين واحد الدراجه ايضا تعرضت للانهيار. السلام عليكم متابعينا الكرام، دائما في هذا البث المباشر قومونا به حول كيف كتشوفوا تدخلات آنية من أجل إزالة بعض الأضرار من أجل أن الطريق تعود للمسار ديالها الصحيح. الحمد لله تشوفوا تشوفوا أصغر مدينة العتيقة اليوم السيد الوادي يجو. سي با سي با Bien. Wahil. Wahil. Je sais pas. Oh, y a de la poudre. Je sais pas c'est quoi. Elle est partie. Où est-ce que tu dis une photo? Voilà où tout le monde a dormi.